السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا التسجيل رح بلش احكي عن الكود الخاص بكيف نحن عملنا اكستراكت للباتشز من الصور. هلا نحن هون رح نمشي على الصور صورة صورة، نقسمها لباتشز، نشوف هل في تقاطع بين الباتش وبين الويندو. اذا في تقاطع بعتبر الباتش في عطل، اذا ما في تقاطع رح اعتبر الباتش انه هي سليمة. هلا اول شيء هون رح اعمل لود للملف الخاص ب معلومات الصورة، وبهي الحالة بما انه انا رح اعمل extract patch بعد ما عدلت الويندو، بعد ما عالجت الويندو رح اعمل لود للديتا الخاصة بالصور، بس الديتا الجديدة رح اخذ من الديتا الاعمدة الخاصة بالكويل اي دي والكاميرا اي دي والديفكت نمبر. هلأ هون رح حدد مين هو المجلد اللي انا بدي اقرأ منه الصور، وين انا بدي خزن الباتشز، وين انا بدي خزن الباتشز السليمة. هون رح خزن الباتشز، كل باتش فيه عطل رح خزنها بمجلد الكلاس المقابل. هلا بما انه نحن في عنا باتشز سليمين فرح يكون عنا كلاس جديد. انا افترضت جدلا انه اسم هذا الكلاس هو 10,000 او 100,000، فقط هو افتراض للاسم. حددت الباتش سايز هو 48، معناها الباتش هي 48 ضرب 48 بهي الحالة. هلا الكلاس دايركتوري هو رح شوف كم مجلد عندي بنفس الطريقة السابقة، رح شوف مين هن المجلدات الخاصين بالكلاسات، بعدين رح أنشئ مجلد بقلب الأورجانيز داتا سيت الخاصة بالباتشز اسمه 10,000. هذا المجلد هو بس رقم اعتباطي حخزن فيه الداتا للصور السليمة، وبعدين رح أنشئ مجلد لكل كلاس دايركتوري. يعني أنا عندي مجلد للكلاس 0، مجلد للكلاس 1 وإلى آخره، عشان نخزن فيهم الباتشز. هلا الكاونتر يساوي 0 هو فقط عداد رح يحدد لي اي صوره انا عم عالجها. هلا رح مر بحلقه 4 على الكلاسات كلاس كلاس. بقلب كل كلاس رح اعرف الباترن اللي هو ملف اللي لاحقته .tif، بعدين رح ابحث عن هي الملفات، بعدين من اجل كل ملف رح اقرا الصوره. بعد ما قرات الصوره رح أعالج اسم الصورة بحيث أني أنا أحذف منه اللاحقة جزءه لهذا الاسم عند الأندرسكور. بعد ما جزأت الاسم عند الأندرسكور رح أخذ معلومات الكويل نمبر والكاميرا نمبر والديفكت نمبر من اسم الصورة. بس خلصت رح أبحث عن الريكورد المقابل للصورة بالديتا سيت اللي عندي إياها. ونلاحظ هون كمان أنه عم ناخذ إندكس إند، ليش؟ لأنه خلص بهمني آخر ريكورد تم إدخاله على الديتا. آخر محاولة أنت عملتها على الصورة هي أهم محاولة، افترض اي محاولة سابقة هي محاولة خاطئة. بعد ما عرفت انا شو هي الصورة وشو اسم الصورة وشو هن الويندو اللي انا عندي اياهم وقديش قياس الباتش وشو اسماء المجلدات اللي انا حاستخدمهم لتخزين الباتش اللي فيها عطل والباتش السليمة، رح فوت لتابع اسمه extract patches. هذا هو هذا التابع. هذا التابع بكل بساطة رح يمر على الصورة من الاعلى من اليمين الى اليسار، من اليسار الى اليمين، من الاعلى للاسفل، وراح ياخذ باتش. هلا بس اخذ باتش هذا التابع بهذا السطر راح يروح يحسب مساحه التقاطع ما بين الباتش ما بين الويندو. هلا اذا كان في تقاطع بين الباتش والويندو فالمساحه حتكون اكبر من الصفر، بينما اذا كان ما في تقاطع معناها الاريا حتكون صفر والباتش نعتبرها سليمه. معناها للتأكيد إذا كان في تقاطع بين الباتش والويندو فالباتش فيه عطل، إذا ما كان في تقاطع فالباتش ما فيه عطل. كيف عم نحدد إذا في عطل أو ما في عطل؟ من خلال مساحة التقاطع ما بين الويندو مع الباتش. هلأ بس عرفت الأريا وعرفت شو هي الباتش اللي أنا عندي إياها اللي أنا عم بقطعها من الصورة اللي عندي إياها، بختبر الأريا. هلأ إذا كانت الأريا هي أكبر من الصفر عمليا في عندي تقاطع، معناها هاي الباتش هي فيها ديفكت، ف with defect counter رح يزيد بمقدار واحد. رح أعطي للباتش اسم هو عبارة عن اسم الصورة مع إضافة الكاونتر أو عدد رقم هاي الباتش حالي، وبعدين رح خزن هاي الصورة بالكلاس دايركتوري المقابل. هلا else يعني إذا كانت الأريا تساوي الصفر
رح زيد عدد الباتش كاونتر without defect بمقدار واحد، اعطي اسم لهي الباتش وخزنها بالمجلد الخاص بالصور يلي ما فيها defect. Organized data set patches no defects. No defects. بس انتهينا. عمليا هذا الكود رح يمشي على الأسطر والأعمدة حتى يستخرج كل الباتشز الممكنة من الصورة، يعمل نفس المعالجة ويخزن الباتش على الهارد ديسك. وبس انتهى هذا التابع، في عنا كاونتر فقط. الغاية منه هو يورجيني هل أنا عندي عند أنا صورة صرت بعملية المعالجة حاليا. هلا آخر تابع رح نحكي عنه هو calculate number of images per classes. هون بكل بساطة الهدف منه أن أنا أعرف كم كلاس عندي وكل كلاس فيه كم صورة. فأنا أول شيء شفت شو هو الكارن دايركتوري. بعد ما عرفت شو هو الكارن دايركتوري أو خلينا نقول مشان ما نفوت كتير بالتفاصيل هون، بس أنا عم بجيب شو هو مسار الداتا سيت وين أنا مخزنة عندي على الهارد ديسك. وبس عرفت وشو هو المسار عم عرف داتا ستور. هذا الداتا ستور بعطيه المسار وبقول له خذ من هذا المجلد كمان المجلدات الفرعية، واعتبر انه الليبل سورس يعني اسماء الكلاسات هي نفسها اسماء المجلدات. هلا عمليا هذا الداتا ستور حيروح للمجلدات هاي يقرأ الصور كلياتها، يقرأ اسماءها ويربط كل اسم بكلاس. هلا وبعدين حيعطيني هذا الجدول. هذا الجدول بس انا نفذت هذا الكود رح يرجع لي جدول فيه كل كلاس وكم صورة عندي مقابلة لكل كلاس. فهون واضح مثلا انه الكلاس رقم 0 فيه 111، الكلاس رقم 1 فيه 1 والى اخره. والسلام عليكم ورحمة الله.